البهيم هذاك غدوه، خلي لي البهيم الكبير لليوم. دراك باش تنقل ولا ريتني مش هيك، يعني البهيم يحب البهيم نتاع البهيم مرقاز البهيم بالله. شوف كعبه المرقاز مش عارف يشوف بارك الله. ها طيب هذا بهيم، البهيم نتاعو هكا المرقاز نتاعو. بصراحه تقول له راني نبيعك تاع البهيم وجيك والله ياكلوا امانه. والله نخدم فيه بقره بنت بقره كانت بصديقها في بلديه المرس الثور مطهر واموره واضحه، يعني حلال 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 يا معلم. واللقاء عملته معاكم كان عندي موتور اي، لكن توا بديت بالكهرباء ما شاء الله ابيان تو ان شاء الله بقدرة ربي باش نبدا بحول الله كيما يا محمد رمضان. عندي طياره نمشي خاصه به، شنو المشكل؟ طياره تبيع مرقيز نتاع شنو؟ عندهم تاع بهي ونجيب البهايم نستوردهم من جنوب افريقيا. بالله شوف كعبه المرقيز مش عارف يشوف بارك الله. ها طيب هذا بهيم، البهيم نتاعو هكا المرقيز نتاعو. أربعة ولا المرقيز يهبل يهبل، يعطيني دودة محلاج، يعطيني دوده ما احلى كسكروتين، يعطيني دوده ما تجيش عيب هكا راهو مش مقبول. كيف اخويا عملتك احلى كعبات من كاس؟ صدقني حاجه من احسن ما عندي خويا، رانا ما نغشوش العباد عليك امان الله. تاكل المرقيز شد له تورط وفكر من الاخر توصل الدار قبل كرهب. والمرقيز بقري راهو صدقوني، البقره كانت مصداقها في البلديه عليكم امان الله. بقره لا بقره هين وثور مطهر شنو تحب اكثر من هذاك؟ باش نروح انا تحت امبان الله غالب يعني. شي مش زيتون بلاش. هز هز بلا صوروا يا اخي في كعبه زيتون بلاش، جاب يصور. اش بيك يا معلم راهو دار كبير هذه راهو، اش بيك يا معلم هز بشهر بيهز. تعمل جغمه زيتونه؟ تعمل جغمه زيتونه بلاش. تموت الشعب التونسي على بلاش ها؟ عندي مرقاز بقري وعندي مرقاز بهيم خويا والزوز كانت بيصدقات. يعني حاجة نظيفة. سواء تحب مرقاز بقري ولا بهيم راهو الزوز بهيم. ها؟ لا عليكم أمان الله. أنا نخدم كان بقر صحيح. ها وش قال لك؟ أي. والثور مطهر. الثور مطهر أي وجو أحلى جو. فماش احنا كل شيء عندنا حلال خويا، الزيت مش بتاعك راه. زيت زيتونة صافي حر. هذا من نهارين في الكهرباء برك. اي حاجه نظيفه نظيفه ما شاء الله. ما تخدمش نهارين نهارين. اسمعني بالله سامحني نقول لك حاجه، انا نقول لك حاجه، انت تمشي المطعم مرات يبدا كل شيء عنده الداخل يطلع لك فيه وانت تسهل وتاكل يا معلم ماكش داري على هاك ويطلعوا فهمني فك بلا قناع يطلعوا في الهم المخبي. انا اخويا كل شيء على برا وكل شيء محطوط على برا. الحمد لله يا ربي. انا تجيني خويا البيئيه تشكرني عطاوني شهاده شكر اخر مره علقتها فهمني في وين علقت في الدار. احنا تو في سوق الكراهب، سوق الكراهب كيما معروف بالكراهب معروف زاده بفتفاته. طيب وين ماشي هاني بحذا فتفاته هاني قريب نوصل فتفاته، فتفاته هوني ولا معناتها كراهب مزوني في سوق الكراهب. وين ندخل لهنا نشوفوا تو عندي ثالث جمعه نطلع هنا وناخذ من عنده كسكروت، سايبنا من الطرف من غديك وجينا لهنا اخر واحد باش ناخذه من عنده خاطر هذاك نعرفوه. لا يا ودي سمحوا مش خاطر اللي قدام نشكر فيه. لا قالك نبيع لك كسكوت مرقاز اصبر علي عاد سو مرقاز وكم نعطيك ما تاقي جبي. لا المرقاز ما ناخذوش ما ناكلوش المرقاز، ناخذ بالتن وبالعظم. لا ما نحصلوش المرقاز لا تن وعظم ما نحصلش المرقاز لا. البهيم في تونس مازال فما بهيم بلاك فما بهيم جيبوا لي. اي موجودين؟ لا موجودين موجود. انت منين جيت؟ مصفاقس. مصفاقس جيت تبيع كهرباء ولا كيف؟ لا جينا باش ناخذوا كهرباء. تاخذ كهرباء وتاخذ كسكروت؟ ناخذوا كسكروت نعم باش ناخذوا كسكروت قبل الكهرباء. والكسكروت قبل الكهرباء انتم ماخذين الكهرباء ناخذوا كسكروت قبل باش نقعدوا باش نطمن عليهم ناخذ كل شيء. جاني هوني انت شنو؟ ناي لا خبيت لا كسكروت لا كهرباء بالصباح ندور ما فهم شيء. هذا كسكروت الزوالي موجود عند فتفاته. اي بدل ما البهيم هذاك غدوه، خلي لي البهيم الكبير لليوم. عرفت دراك باش تنقل ولا ريتني مش هيك، يعني البهيم يحب البهيم نتاع البهيم مرقاز البهيم. قالك الكبير خليه غدويك. الكبير خلي الشرف يعني مش عاد الصغير مش نتاع الشرف ولا فرح بينا. كيفاش قلت لي؟ كيفاش مشي احلى الكسكروت؟ ما خذيناش كهرباء ما بعناش حتى كهرباء. يا حلي تو يعب الكسكروت. ما يحليش ما يحليش. خذ عظم مروف ما يحليش. اش قالك ما تفتح ولا؟ قال قلبك مسود. قال هذاك ما بحيش كهرباء.
مريقل شوف البلاصه هذه، شوف البلاصه هذه فارغه، وريها له وريها له من كثره المرقيز والريحه تبارك الله. هش ها جبن بريزيدون نخدم به، ما هو خاطر الناس اللي بحذايا كله بس عليه كذبش عليك طنو عظام 3000 باب بالسوم الرمزي. سوم حكايه اللي يجي يحط يده في جيبه ذاك لاباس عليه يحط يده ورا ظهره ذاك مسكن فرانكلي. هذه يا خويا انا شفتها من قبل 25 زويله بعد 25 زويله. فما جماعه يحطوا يديهم وراه هذاك مسكين الله غالب الله غالب، واللي حاط يديه كما السيد هذا تبارك الله اللهم صل على النبي في سريه. يديه التالي ظهر زوالي، ظهر زوالي ما غير ما انا خويا زوالي ما ها هو اللي لاباس عليه اخذ اليدين وين تي حتى كبوته بلا يصور كبوت هذا كبوت هذا هذا كبوته ب 150 وهذا كبوته من الفريب ظاهر ب 10000. اش تحكي لي؟ لا يا خويا لا يا خويا اسمعني اسمعني انا راني ما اي خالص تفضل حتى شوفوه شكون شي خالص ها وناس لاباس عليه حاط يديه في مكاتبه حاط يديه في مكاتبه اللي تلقاه يديه مسايبه مسكين متشفع الربي هذاك. الحمد لله يا ربي اعطاني يا ربي الحمد لله. سمعت اش قال لك ولا والله الحمد لله والله الحمد لله ها هاي كرهتي وصلي عني النبي. سمعت اش قال لك ولا قال كنت بموتور تو عملت صفيت جمله واحده واللي قاع عملته معاكم كان عندي موتور اي لكن تو بديت بالكهرباء ما شاء الله ان شاء الله بقدره ربي اي وش بي ايش بي ترفس لا لا وشويه بشويه ابيان تو ان شاء الله بقدره ربي باش نبدا بحول الله كيما محمد رمضان عندي طياره نمشي خاصه به شنو المشكل الطياره تبيع في مرقيز نتاع شنو عندهم نتاع بهاي ونجيب البهايم نستوردهم من جنوب افريقيا شبي عيب يعني واحد من جنوب افريقيا يستورد بهايم مازال عندك واحد اخر ها خويا يحب الصراحه تقول له راني نبيعك تاع البهيم وجيك والله ياكلوا اما انا والله نخدم فيه بقره بنت بقره كاتبه صديقه في بلديه المرس الثور مطهر واموره واضحه يعني حلال 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 يا معلم شو تحب اكثر من هك شو تحب اكثر من هك هو قيس صعيده وطهرها الكل ها وطهرها كلها ما شاء الله احنا في عهد التطهير من الاخر طهر خلي البلاد تتنفس صاحبي ايوا وعلى فكره جاتكم بنت عم الكورونا هذه باش تقضي على اشتراككم ان شاء الله بالله شو اسمها ام كراينا ام كراينا هذه واحده بنت حرام هذه من ماتوا هذه من ماتهم الكبيره هذا حتى شيء فقري مسكين فقري يخزر فرماج فرماج يخزر هذا اللي لاباس عليه زيدوا له فرماج بريزيدون باش يخلص والله مع البال هذاك المعلم والله لاباس عليه ظاهر هذاك من وشو تبارك الله وجهه ضاوي سنيه سنيه ما شاء الله علاش لاباس عليه وجهه ديما ضاوي والزوالي مسيك الزوالي مسكين ما يروح للدار يلقى فاتوره الضو يلقى فاتوره الماء يلقى العطار يستنى فيه في الدوره الخضار يمقصوا في شطار الطريق اي غير مرغوب فيكم علاش خويتي هذاك يا سيدي صليش يعني بي فما ناس اخرين لاباس عليه اكلي تلقاه لابس فهمني بطانيه هذيك مغطي بها الفلوس اللي تحته من الاخر ونتحداه تو كان ما عندوش 20 مليون تحته يدور بها هاي انا خويا المعطى ما نعطيش ناخذ برك زيدوا الطن لا انا خويا ما نكذبش عليك المعطى ما نعطيش انا ناخذ برك شبيه سي علي شكون يحكي لي نتاع دعوه تبليغ نحسب زاد باش يدخلني في متاهات يا معلم لاباس واش بيك اصبر رسمي تحكي فيها الحكايه لا ما عادش تعود حتى فضلك هذايا ليش بيه يا معلم هذا قال لي دعوه تبليغ يحب يهزني ورا الشمس هذا هذاك تو مثلا لاباس عليا ما تشلقش انت ما تشلقش عس عليه شوفوا لاباس عليه غير شوفوا بلاش شوف شوفوا ما شاء الله الكرش دازا يدي في مكاتبه لا مصلي على النبي متهني لهنا التاب ونتحداك لو كان يطلع فيني انسان زوال شنو رايك واي واحد تلقاه لابس هكا حاجه مبطنه كيما هذا السيد هذاك مبطنه البوزون نتاعو ولا يعني ما شاء الله معبي بدي لين ما لقاش وين يحط ولا يحط فيهم ما بين البطاطس هاي شوف السيد هذا ايش عندك انت بلاش عنده هذا مبطنه تو يا ربي نحكي على البطنين يا معلم واحد فيه زوزه جبنا لا واحد فيه زوز ثلاثة ثلاثة ونص تسعة ونص واحد بس ما غير فرمان سي 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 هيا بابا والله ديما بكي ملي يقف قد في مكاتبه وظهر هذا بالرسمي منك الناس اللي صاي وصل للطوب وصل اللي معاش ينجم ما شاء الله يعبي شنو هيك السلوت خويا مرقيزه شنو خبزك؟ طابونه
هذا خويا ظاهر تبارك الله زوز ديار في المنزه وحيده في بومهل البساتين وعنده حكايه في النصر نتصور، اما بتاع النصر مش مضاوي عليه. فتفات يزم التنبير على العباد، انت راك اكثر واحد راك ترفسوني في السوق. الحمد لله. من كنت دار حوش عربي توليت بني اتروازي، من كنت موتور عملت استافات. عملت استافات السخط استافات يصور فيها سيري 110 ها. سوها ما تزيدش 8 ملايين يا معلم، 24 سنه نخدم باش صورت 8 ملايين انا. جاي اليوم تنبر عليا صورت صورت. دار عند الزيان. دار عند الزيان كاريها صاحبي ما نكذبش عليك، توا الجمعه الجايه نجيب لك الكونترات. عندي فيرما في البلاد صحيح نربي فيها في البهي. فهذيك مرقيزة. شو حكيت سي علي؟ سي علي راه يضرب فيه. هذا سي علي عندي معاه قصة يحكي لهم سرك في بير وهو فهمني فضحها في الراديو 6000 مليون تونسي يسمع فيها ويقولها سرك في بير. ها سي علي راهو تيت، ها سي علي تيت ويقول له احكي احكي سرك في بير. تيش من بير وانت حتى في العباد كلها تسمع فيها. الأخرى قالت وسي علي. يضرب فيا بالشلاك ويقول لي اطلع فهمني عاونيني في المصروف فهمني ندني ليه المصروف اني بلا يصور البقره بلا يصور البقره هذيك متعديه للدار خويا باش يمركزوها لي بعدين شويه تجي مرقيز هذيك اش عطيتني صاحبي كلامك على حق معناتها شنو على حق خويا نحكي على باطل انا عمري ما حكيت نهار على باطل انا ايه. انا كان عندي بهيم تنقول عندي بهيم عندي مرقيز نتاع بقر عندي بقر خويا هاو المرقيز ما شاء الله تفرج ما شاء الله الكعبة واختها المرقمعة اختها دمعة وهذا اسمه الحاج بولمعة عندي المراه صدقني معروف عالميا ونحيي مرناق واهل مرناق خاطر يعرفوني بالدي بالدي ونبيعون في المراوب عندي مراوب عالمي خويا اللي يشرب كعبة 30 كيلومتر ما يوخرش وراه وما يشوفش بالتوالي وكهربته ما يعبيلهاش ليسونس يعني انا ربح صافي بالنسبة للكليونات نتاعي معناتها الكهرباء ما عادش تاكل ليسونس تاكل المراوب صدقني منهم مرة جاني واحد من سوس هذا راني نحكي فيها بالحق صاير يعني مش تكون نفدلك على حاجة خذا من عندي حارة مراوب روح لسوس نساكر هبطوا في السوق بكش نكذب عليك هاو نكلموه الراجل تو قدامكم في التليفون كيفاه روح؟ روح على ساقيه بكثرة ما يجري تبارك الله حارة مراوب يعني صادق كلامك صحيح عملت حسابي انا يعني الكعبة مراوب في 30 كيلومتر 30 كيلومتر في الأربعة ب 120 تونس السوسة قداش خويا 120 وصلنا السوسة أما كرهبته خلاها لهنا ساه العظمة تهزك 30 كيلو والمشكلة في سوسة مثلا ماشي مراوب رصدته خذيت ترابس رجع هزها الكهرباء نحكي على الكهرباء هذا صدقوني مش يعني نفدلك ولا حاجه راه والحمد لله يا ربي نعمه من عند المولى عز وجل انت شوف اللي كلاو المراوب الكل في تونس استقواوا ما شاء الله ولاو عضلات